نعود من جديد وتلاقي مختلف عبر ظلال الأصيل وفقرة قادمة كسور وبواقي في الحياة اليومية. تحية للزميل العشاي وهو دائما بيمتعنا بهذه الفقرات المختلفة، وسعيدة جدا أنه يكون في صحبتي واحدة من المطربات والفنانات المميزات الشابات شهد أم روابة. سعيدة بك يا شهد وبتجربتك، وأهلا مرحبا بك نورتينا. تسلمي والله، مرحبا بك، انت شرفت بك شديد والله، تسلمي. تحية ومحبة وتقدير. نورتينا بقناة الشروق، أول مرة تيجي قناة الشروق صح؟ أول مرة أيوه. لك التحية والتقدير. تسلمي الله. نحن نتكلم كالعادة عن البدايات ومن دعمك في بداياتك، لكن خلينا في البداية نمسي على كل مشاهدي قناة الشروق بلحن وبأغنية جميلة تقدميها للمشاهد الكريم. حتغني شنو؟ حغني صورتك الخايب عليها. يا سلام. للأستاذ عبد الله البعيو. الشاعر حسن الزبير. يا سلام. ربنا يرحمه. ربنا يرحمه. نعم. تفضلي نسمع. إن شاء الله. نعم.
بنتك الخايب عليها خايب عليها. شكرا لك يا شهد. شكرا تسلمي تسلمي كثير والله تسلمي. شكرا لهذا الحماس ايضا في الاداء والفرقه الموسيقيه المصاحبه. مساء الخير عليكم. شهد يعني دائما انا بحمس المراه وبحفز المراه في المجالات الابداعيه، دائما بديها كامل الدعم في مجالها خصوصا اذا كان ابداعي. خلينا نتعرف على شهدي اكثر وبتين بدت الغناء. والله انا بديت اولا حاجه اسمي نضال آدم
من مروابة، أصولي أصولي في مروابة، بحي راس مروابة كلهم. شهر ده اسمه حركي. شهر ده أيوة اسم حركي اسم الشهرة وكده. بدأت بداية كانت يعني تماتيم كده وبدايات، لكن هسه تمشي للغنى الحماسة ولا السيرة ولا غنى عام بديت كيف؟ بس أيوة كنت بحب الحماسة شديد، بس يعني غريبا كده أقول لك إنه أنا وصلت لإنه أشتغل سيرة. اتجهتي إنه أشتغل سيرة بس. زمان كان عندك مشاركات وانت في المدرسه مثلا في طابور الصباح في ايوه ايوه كنت بشارك. كنت بتغني برضو؟ بشارك بغني الاغاني الكبيره. شاركتي في الدوره المدرسيه برضو؟ ايوه شاركت في الدوره المدرسيه في الاغاني، ويعني في برامج كثيره كانت بتحصل، كنت طوال متحمس يا سلام انه انا اشتغل فيها وكدا. طيب احنا لسه متحمسين ودارين نسمع عمل ثاني طوال، ما في اي مشكله. حنسمع شنو؟ سيره. اوكي عمل خاص. عمل خاص. الأغنية الكلمات الشاعر السنيور حلبي. من هنا بحييه. نعم. تسلم. تفضل. We'll be right back.
أرجوك أنا ليتال وأرجوك سيب الدلال والمريوك أرجوك أنا ليتال وأرجوك سيب الدلال والمريوك أرجوك سيب الدلال وجهها شبه الهلال والمريوك سيد الحلا شهد جميل جدا ويعني هنا الحماسة وهنا السيرة دائما هو اللي بيوحدنا في المناسبات وفي الأفراح ودائما هو المطلوب يعني في كل المحافل خصوصا إذا كانت زيجات وغيرها. الكردافة هل الطيبين أنا بحييهم من خلال هذه المساحة وأنا بفتكر إنه واحدة من الموروثات الجميلة جدا برضو يعني الاهتمام بغنى الكردافة الاهتمام بهذا النوع من التراث الكردفاني الأصيل اللي بحبه كل السوداني. أيوة صحيح. نتكلم عن الحتة دي الغنى الكردفاني والتراث الكردفاني الجهد. أيوة الإيقاع السريع اللي هو أهلي كلهم بحبهم شديد وهنا برسل لهم تحية وبشكرهم شديد على الفترة الأخيرة اتجهتها وحاولت أعكس الثقافة دي بالإيقاع السريع وكلمات التراث وكده. كلمتهم بالحلقة دي؟ كلمتهم أكيد يعني ناس متابعين. أيوة متابعين. طيب حتقدمي لهم حاجة هسا؟ إن شاء الله. طيب نسمع. تسلم. الأغنية هي كلمات وألحان منتصر ضد الفتح كردفان هو ذاته من أولاد كردفان بقدم له تحية من هنا نسمع جلابية سويسرية. نعم برضو عمل خاص. أيوة عمل خاص هيك التحية.
الساكن غرب قديل الحلا زل فريد ما بيتخلى وما بيتخلى زاهد طلع حبيبي واحد خلق الله الموسيقية على هذا الإيقاع الكردفاني. سعيدة جدا بهذه الرفقة الجميلة شهد مروابة وهذه التجربة. وأخيرا حنختم بسؤال أخير. في كثير من الفنانين أو المطربين بيؤمنوا بالتخصصية، يعني واحد يقول لك حغني سيرة بس، لا أنا حغني تراث بس، لا أنا حغني غناء عام. لكن أنا شايف شهده أخذت الثلاثة حاجات. بتفتكر إنه التخصصية أحسن ولا الواحد يأخذ من كل يعني حاجة أو من كل مجال حاجة؟ والله هو التراث جميل وحاجة زول بيعتز بها افتخر بها، والسيرة طبعا كل قبائل السودان اللي حاجة بتحبها شديد. صحيح. بحاول انه اجمع كل الحاجات دي مع بعض بقدر المستطاع، وان شاء الله بتلقي نفسي اكثر حاجة بشنو؟ السيرة طبعا. السيرة، يا سلام. ايوه سيدة الموقف السيرة. شكرا لك. شكرا لك شهد مروابة. حنختم بلحن اخير وقبله حنودع مشاهدي ظلال الأصيل في كل مكان اللي تابعونا ورافقونا من خلال هذه الحلقة اللي ابتدرناها يعني حوار مختلف كان لشاعر شاب وهيب، وأيضا تحدثنا عن مشروع مهم جدا، الشعب المعلم، الشعب السوداني المعلم في كل المحافل، وخصوصا إذا كان هذا في المنهج الأكاديمي أو في الصرح الأكاديمي. وأخيرا ختمنا بشهد روابة اللي معروفة بنضال أحمد آدم، طبعا ده اسمها الحقيقي نضال آدم. والتحية لكل أهلنا في روابة، والتحية خاصة جدا للفريق العامل اللي دائما بيقوم بهذه الرفقة وهذا يعني المشوار الممتد دائما. بكرة تيم جديد وفريق جديد وحلقة جديدة من ظلال الأصيل. كونوا دائما بخير. في أمان الله. شاغل افكاري
بالمية قاعدة عالي مشاوه لفتاري وبالمية قاعدة عالي جهدك الناري ما بسيب هواك حبك جواري ما بسيب هواك لونك الصوري أحيرني في عمري لونك الصوري أحيرني في عمري وجهك القمري ما بسيب هواك طول عمري ما بسيب هواك الدنيا جاية عاوة حواس وسهل غاوة الدنيا جاية عاوة حواس وسهل غاوة عيونك الزعاوة ما بصيب هواك لغوة ربابة ما بصيب هواك خليني في جنبك ما بسيبك